أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية الخاصة المستمرة. يستمر عفوا تساقط القذائف الصاروخية على البلدات والتجمعات السكنية في جنوب إسرائيل، وذلك بعد أن استهدفت حماس في وقت سابق اليوم منطقة تل أبيب، مما أدى إلى مقتل مواطن إسرائيلي. في قطاع غزة أفاد الجيش الإسرائيلي أنه استهدف منزل الدكتور خليل الحية نائب رئيس المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة. أما داخل إسرائيل تستمر المواجهات بين شبان عرب والشرطة الإسرائيلية في عدد من البلدات العربية والمختلطة، وشارك الآلاف في تظاهرة بمناسبة ذكرى النكبة في مدينة سخنين. وللحديث حول هذا الموضوع سيكون معي في الاستوديو الدكتور إريك رودينسكي الباحث في مركز ديان، ولكن قبل ذلك أريد أن أتوجه إلى ضياء حسن الناشط من غزة. ضياء هل تسمعني؟ ضياء حسن من غزة؟ نعم. سيد ضياء، بداية يعني إسرائيل الآن أو الجيش الإسرائيلي يطلب إخلاء برج مشتهى في قطاع غزة، وذلك بعد قصف برج الجلاء. هل هذا يعني أن المعادلة الآن هي الجيش الإسرائيلي يقصف الأبراج، وفي المقابل حركة حماس تقذف صواريخ باتجاه تل أبيب؟ بالتأكيد كما قلنا في نشرات سابقة، إسرائيل لن تصمت على استهداف تل أبيب ومحيطها، بالمقابل حماس لن تصمت على استهداف الأبراج وسقوط المدنيين ما بين شهداء وجرحى. استمرار الغارات الإسرائيلية على المنازل، قبل قليل دمر الجيش الإسرائيلي 4 منازل لقيادات ميدانية في كفاءة بالقسام الجناح العسكري لحركة حماس، وهذه منازل مخلاة، إضافة إلى منزل خليل الحية نائب رئيس المكتب السياسي في قطاع غزة. بالتأكيد أبو عبدة قبل يعني ساعات قليلة بعد قصف برج الجوهرة، آسف برج الجلاء، وعد برد مزلزل جدا على قصف البرج، وقال على سكان تل أبيب أن ينتظروا على رجل واحدة، بمعنى تهديد قاسي، ربما تقصف تل أبيب في أي لحظة بعشرات الصواريخ. أعتقد في حال تم تنفيذ قصف برج القاهرة مشتهى في حقل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، باعتقادي ستكون الضربة أقصر يعني بشكل أكبر من التي كانت ستطلق فقط بشأن برج الجلاء، بمعنى أنه ستكون الكمية والرشقة أكبر بكثير مما نتوقع. حتى اللحظة برج مشتهى الجلاء قصف بصاروخي استطلاع، بصاروخين من طائرة استطلاع على عدد من الشقق، ربما لن يدمر، وربما هذه مجرد صواريخ تحذيرية كما توصف هنا، لكن بالعادة الصواريخ التحذيرية تطلق على سطح البناية، لكن هذه أطلقت باتجاه شقق سكنية محددة أو معينة لا نعرف لمن تتبع، لكنها فكانت غريبة الضربة، أو أن كما قلت سابقا كانت القذائف تطلق أو الصواريخ تطلق على أسطح البنايات. بانتظار ربما سيتم تدمير البناية بأكملها، وربما لن يتم تدمير بعد قصف الشقق فقط. نعم، فضلا عن قضية قصف المباني والأبراج في قطاع غزة، ما هي تداعيات استهداف القيادي في حركة حماس دكتور الحية بالنسبة للحركة نفسها؟ بعتقد قصف المنزل أمر رمزي أكثر من أنه في يعني له أي تأثير على الأرض وواقع الميدان وواقع الحال السياسي. يعني عندما لو نريد أن نحصي المنازل التي دمرت لقيادات حماس وكتاب القسام، فنحن نقول على أعداد كبيرة، ليس منزل أو 4 أو 10، أنا أتحدث على منازل قيادات، ما بين ميدانيين، ما بين نشطاء ميدانيين، ما بين قيادات من المجلس العسكري، ما بين قيادات من مجالس الكتائب والسرايا صغيرة، يعني تحدث عن عشرات المنازل، لكن جميع منازل كانت مخلاة، لأنه منذ بداية التصعيد كان هناك أوامر داخل كتاب القسام بإخلاء منازل كل القيادات، لفهم أن الجولة ذاهبة إلى تصعيد. كانت حماس يعني متيقنة أن القصف القدس
سيجر الوضع إلى تصعيد. الآن هناك في قصف سيارة مدنية وفيها عدد كان هناك عدد في قصف سيارة في شارع الجلاء بمدينة غزة وسط مدينة غزة الآن. يقال أن هناك شهيد على الأقل وصل إلى مستشفى الشفاء في منطقة شمال غرب قطاع غزة، منطقة العطاطرة تسمى. هناك حريق ضخم جدا جدا، حتى الآن لا تستطيع طواقم الدفاع المدني السيطرة عليه، ولجأت للطلب من سيارات المياه الكبيرة التي تبيع المياه وغيرها إلى اللجوء للمنطقة لمساعدتها على الحريق. تسببت به القذائف المدفعية الإسرائيلية التي تطلق بكثافة على طول الحدود بسبب محاولة التغطية على أي محاولة لإطلاق صواريخ مضادة للدروع التجارية للحشود العسكرية. نعم سيد ضياء، ستبقى معي، سنعود إليك أيضا خلال هذه التغطية الخاصة. أريد أن أتوجه الآن إلى مدينة بئر السبع في جنوب إسرائيل، يتواجد هناك الزميل عروة سيف من داخل المنزل الذي تعرض إلى قصف صاروخي. صف لنا آخر التطورات في المنطقة عروة. نعم، كما ذكرت بليغ، نحن الآن متواجدون داخل المنزل الذي قصف بتمام الساعة 6 صباحا، حيث لا توجد أي إصابة إجراء هذا القصف، فقد توجد إصابات من السكان المجاورين لهذا القصف، وهم في سن جدا كبير نتيجة الهلع والخوف الذي حدث. نحن الآن في داخل المدينة، لا توجد أي من التطورات حول القصف، ولا توجد أيضا هناك قذائف أو ذوي صفارات إنذار نسمعها حتى الآن. ولكن هنالك ترجيحات تقول أنها ستطول الصواريخ أيضا ما مرة أخرى هذه المدينة، وفقا للجيش ووفقا أيضا للبلدية وكل ما غرفة الطوارئ التي أقيمت من قبل البلدية هنا. وعلى المستوى الميداني يقول إن شاهدنا الآن أن هنالك رسائل تنتشر وتتواصل على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أن هنالك ستكون مواجهات ما بين المواطنين على خلفية ما يجري في يافا وعلى خلفية ما يجري في مدن أخرى في الساحل، وستكون هنالك ليلة جدا صعبة وعلى المستوى المنطقة أيضا في البلاد المجاورة، إن كان من البلدان العربية كرهط أو إن كانت أفاكيم، هنالك أيضا القذائف تستهدف هذه البلدان من قبل القذائف التي تطلق من غزة. لا يوجد حتى الآن أي إصابة، لا توجد أي إصابات. القذائف التي وقعت هي قذائف وقعت في أماكن مفتوحة وأماكن لم تحدث أي ضرر في للمنازل أو لأي سكان، فقط أحدثت ضررا في الأماكن العامة. هذه حتى الآن من داخل بئر السبع في المنطقة هنا. شكرا لك عروة سيف حتى هذه اللحظة، ربما سنعود لك أيضا في التغطية الخاصة. قبل أن نتوجه إلى مدينة سخنين، يتواجد معي هنا دكتور أريك رودينسكي. يعني يتواجد زميل وسام في سخنين في المظاهرة الحاشدة، يجب أن أقول، في هذه المدينة في ذكرى النكبة، وهناك يتحدث محمد بركة رئيس لجنة المتابعة عن احتمالية أو المشاورة بما يتعلق بإضراب عام أو إضراب شامل أو إضراب لموظفي القطاعات المختلفة. يعني يمكن أن يأتي شخص ويقول هذا نوع من الدعوة للعصيان المدني، كيف تقرأ هذا؟ أنا لا أعتقد أن نفسر هذه الدعوة من قبل محمد بركة كدعوة إلى العصيان المدني، فهي الكلمة مشحونة وإلها معاني بعيدة المدى. أنا أعتقد أن هذه المظاهرة هي طبعا رد طبيعي للقيادة القطرية للمجتمع العربي في الداخل. وكان محمد بركة يوجه النداء العام بشكل عام للمجتمع العربي، نحن مستعدون لاتخاذ أي إجراء يتلائم مع هذه الساعة، وهي ساعة احتجاج والتعبير عن الغضب الشعبي. أنا لا أعتقد أنه يعني كيف يعني للمجتمع العربي أن يلبي هذا الدواء بما يسمى بعصيان مدني. يعني نصف المشتغلين الآن في سلك الخدمات الطبية هم من العرب، فأنا لا أعتقد أن الأطباء العرب سيلبون هذا الدواء، وأنا لا أدب إلى هذا التفسير. يعني أنا متواجد على مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة وأقرأ المنشورات المختلفة، يعني نرى أن هناك قسم كبير من الشبيبة بالأساس والمؤثرين كما يسمون على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني يطالبون القيادة بالإعلان عن هذا الإضراب. هل نستطيع أن نقول أن هناك يعني تأثير قوي لمواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي لم يكن في السابق، لم يكن في عام 2000، لم يكن في عام 2014،
بهذه الكثرة وبهذا الزخم. ما هو الثقل لهم وهل فعلا يؤثرون على القيادة؟ بكل تأكيد لا نستطيع نتجاهل ثقل الشبكات التواصل وخاصة الشباب العرب. وهذا انتبه أنه إحنا لاحظنا هذا النمط في ما كان يسمى بانتفاضة القدس عندما كان الشباب العربي يتظاهرون. هذا كان في أكتوبر 2015 يتظاهرون ويصبحون القيادة القطرية العادية، القيادة القطرية السياسية بالتعبير عن الغضب الشعبي. أنا ألاحظ وأشعر بأن هناك مسابقة بين الجيل الشباب والجيل الثاني اللي هو جيل النخبة، قيادة النخبة السياسية والجماهير للمجتمع العربي. هذا طبعا نمط معروف. وعلى فكرة إنه المظاهرة التي تم تنظيمها في السخنين كانت في ظل أجواء من النقد خاصة من قبل الشباب الذي كانوا يعترضون على إجراء هذه المظاهرة في سنة. نعم، نريد أن نذهب إلى هذه المظاهرة ونستمر بالحديث عنها بعد ذلك. الزميل وسام كبهة متواجد في سخنين، صف لنا يعني ما جاء في هذه المظاهرة من خطابات وخصيصا ما تحدث عنه محمد بركي بالنسبة لبحث إمكانية إضراب شامل. نعم بليغ، أنا تواجد في مدينة سخنين. انتهت يعني خلفي قبل قليل المظاهرة، هذه الساحة كانت تكتظ بالمتظاهرين. يمكن أن نتحدث بليغ ونقول أنه كان ما يقارب 50,000 متظاهر في مدينة سخنين في هذه المظاهرة القطرية الناجحة، ناجحة من ناحية التنظيم، من ناحية العدد التي دعت إليها لجنة المتابعة. في البداية نركز على ما قاله محمد بركة، القرار يقول بأنه غدا سيقوم بحث القرار عما إذا كان سيكون هناك إضراب شامل في المجتمع العربي بسبب الأحداث الأخيرة، والحديث سيكون إما عن يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء بعد انتهاء الأعياد الإسلامية واليهودية. إذن ما جاء في قرار محمد بركة هو الحديث أنه غدا سيتم أخذ القرار بدون تصويت، سيكون هناك قرار الإضراب سيكون إما يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء. طبعا تحدث أيضا رئيس بلدية سخنين دكتور صفر أبو ريا، وأيضا تحدث أيضا مضر يونس رئيس المجالس العربية، وكان هناك هتافات رفعت الأعلام الفلسطينية. ولذلك من نجاح هذه المظاهرة يقول البث الجميع بأن المجتمع العربي في طريق إلى إغلاق شامل، إضراب شامل بسبب الأحداث الأخيرة بليغ. شكرا لك وسام حتى هذه اللحظة. إذن يعني وسام ينقل لنا صورة تتكلم عن النجاح، ولكن من جهة أخرى فعلا يعني كان هناك انتقادات كبيرة حتى للأشخاص الذين يعني يعتبرون محسوبين على الصف الوطني وعلى الأحزاب الوطنية وشاركوا في هذه المظاهرة. الشباب لا يريد أن تقام مظاهرة في سخنين، بلدة بعيدة لم يكن فيها أحداث فعلا كاللد ويافا وغيرها، وأيضا لماذا في داخل البلدة؟ لماذا ليس على المفترقات؟ هذا أحد الانتقادات التي رأيناها. نعم، أنا سمعت الكلام النقد أنه لماذا نقيم مظاهرة واحدة وإن كانت مظاهرة جماعية في سخنين، بينما في نستطيع أن نقيم مظاهرات في كل بلد عربي. وأيضا لا ننسى أنه الشباب العرب يعني كانوا يتظاهرون في الأيام الأولى من اندلاع هذه الهبة الشعبية، ولاحظنا الرد الفعل القاسي من قبل عناصر الشرطة وكمان من عناصر اليهودية المتطرفة. وخشية لهذه الإجراءات فيقولون الأفضل أو يخبط بنا أن نعمل هذه المظاهرات في كل بلدة لحالة، وهذا طبعا يتماشى ويتلاءم مع نداءات طبعا نداءات أيضا من القيادات المحلية السياسية. على سبيل المثال في منطقة المثلث قالوا أنه يستحسن أن تقوم المظاهرات في كل بلد لحاله. نعم، أريد فقط أن أتوجه إلى ضياء حسن الناشط في غزة، وصلتنا أنباء عن استهداف لقياديين مرة أخرى في القطاع. ضياء، من هم المستهدفون الآن في غزة؟ حتى اللحظة لا معلومات حول الهوية الأشخاص الذين تم استهدافهم. إذا كنت تقصد السيارة المدنية التي كانت تمر في وسط شارع الجلاء بمدينة غزة أو وسط مدينة غزة، الآن يسمع 3 انفجارات أقل أخرى لا نعرف أين مصدرها. كان الجيش الإسرائيلي تحدث في وقت سابق عن استهداف قيادات داخل منزل في مخيم الشاطئ فجر هذا اليوم، لكن أؤكد مجددا أنه لم الجيش الإسرائيلي يتحدث عن خان يونس ودير البلح.
إذا كانت لديك معلومات. هذه منازل غازي أبو طماع قائد لواء المنطقة الوسطى في قطاع غزة، في دير منزله في دير البلح، وفي خان يونس استهدف منزل قيادي ميداني من القسام من عائلة المباشر. هذه منازل كما قلت سابقا هي منازل مخلاء لا أحد فيها، ودمرت ظهرا وليس الآن. نعم. كما قلت لك كما سابقا بالعادة بيانات الجيش تكون متأخرة والهجمات تكون يعني قبل ساعات بكثير من بيان الجيش، ويكون لدينا معلومات حول البيوت المستهدفة. غازي أبو طمع قائد كبير في كتائب القسام على مستوى قطاع غزة، وهو مسؤول لواء الوسطى بشكل كامل، يعني أكثر من منطقة وليس منطقة واحدة. في منطقة الوسطى تضم البريج، دير البلح، النصيرات، وهي مناطق واسعة ليست بسيطة، لكن قيادات اختيلت أو تم اختيالها وأعلن عن استشهادها، لم يعلن عن استشهاد أي قيادة حتى اللحظة، والمعلومات لدينا عن أسماء مجهولة أو أسماء ذكرت وهي معروفة لقيادات، بالعكس جميع الأسماء حتى اللحظة للشهداء معروفة. لا جديد، يعني لا لم نلحظ شخصية تم اغتيالها حتى الآن. نعم وصلت الفكرة، ستبقى معي طبعا خلال التغطية، ربما نعود إليك. الآن إليك دكتور إريك رودينسكي، مهم جدا أتحدث عن يعني التأثير للقيادة العربية إن كان في الكنيسة أو لجنة المتابعة، وما إذا كانوا يشعرون بالتهديد من قبل النشطاء في الشارع، الحراكات، حراكم بالفحم، حراكات أخرى في مدن أخرى، هل فعلا يعني سنشهد في السنوات المقبلة أو ربما في الوقت القريب عن تحول من هذه النخبة المنتخبة منذ ربما سنوات وعشرات سنوات حتى قسم منهم إلى نخبة شبابية أكثر وقيادية أكثر، ليس فقط في الكنيسة وإنما في أماكن أخرى؟ الموضوع القيادة السياسية المنتخبة في الكنيسة هذا موضوع واحد، وهناك موضوع آخر لما يسمى بالقيادة المحلية، ومن ضمنها هذه القيادات الشبابية التي كانت تتبلور أو ظهرت في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد أحداث ما يسمى بالربيع العربي في البلدان العربية. فهناك قيادة سياسية منتخبة مشروعة، والمشكلة مع هذه القيادة إنه لا ننسى هل تخسر قوتها هذه القيادة؟ بالضبط، لأنه هذه عملية متراكمة متتالية. نلاحظ إنه قوة الأحزاب في الشارع العربي كانت تتقلص، وفي السنوات الأخيرة في 20 سنوات الأخيرة على الأقل، ولا تستطيع الأحزاب أن تأخذ الجمهور إلى الإضرابات أو العمليات الاحتجاج الجماعية، ودائما هاي الحركات الشبابية الغير منظمة أصلا أو الغير مؤثرة أصلا تسبق القيادة. فالمشكلة إنه على فكرة إنه نسبة التصويت في الانتخابات الكنيسة الأخيرة كانت 46% فقط، أي أن هناك أغلبية غير معنية لم يصوتوا. فمنهم الأغلبية هذا، هل هم يمثلون، هل الحركات الشبابية تمثل هذه الأغلبية؟ بالتأكيد لا، الحركات الشبابية هذا نوع من المظهر الخارجي لهذه الظاهرة الذي هو تدني أو تقلص قوة الجاذبية للأحزاب على الشارع. نعم. الآن أريد أن أتوجه إلى الزميل أدهم حبيب الله عبر خط الهاتف، وذلك بعد أنباء عن اقتراب عدد من اللبنانيين، ربما حتى المئات من اللبنانيين، إلى الشروط الحدودي مع إسرائيل في الشمال. أدهم، هل تسمعني؟ وما هي الأنباء التي تصلك حتى الآن؟ نعم بليغ، بحسب يعني الإعلام اللبناني فأن هناك إصابة لشاب من رصاص الجيش الإسرائيلي بعد اقترابه من الشريط الحدودي. نحن نتحدث عن المئات الذين وصلوا اليوم بالشريط الحدودي، ولربما نذكر يعني ما حدث بليغ بالأمس عند ذلك الشريط بحضور المئات ولربما العشرات إلى تلك المنطقة، وبالطبع يعني تم قتل أحد الشبان اللبنانيين برصاص الجيش الإسرائيلي. لذلك يعني التوتر القائم على الحدود الشمالية فيما يتعلق أيضا بوصول المئات من المتظاهرين اللبنانيين عند الشريط الحدودي يعني يأخذ يعني منحى آخر في اليوم الثاني. أشير أيضا إلى أنه يعني وبحسب ما شاهدناه أيضا وما يتحدث عنه أيضا البعض، فإن
انه هو عند يعني بلده افيفيم المحاذيه بالطبع للشريط الحدودي، الشرطه او الجيش الاسرائيلي عفوا قام باليوم الاخير بوضع صدورات ترابيه هناك، بالاضافه الى تعزيزات يعني عسكريه. نحن نتحدث ايضا عن سلاح دبابه اسرائيليه تم وضعها في تلك المنطقه، وهذا لم يكن في السنوات الاخيره. يعني لربما هناك تحسب او تاهب اسرائيلي في اي محاوله اختراق قد تكون على الشريط الحدودي بليل. شكرا لك أدم حبيب الله على ما أفدتنا به حتى هذه اللحظة. إليك دكتور أريك رودينسكي، في هذه الجولة بالتحديد لا يمكننا أن نتجاهل نداءات حماس للمواطنين العرب الفلسطينيين المتواجدين في إسرائيل، يريدون أن يأخذوهم إلى صفهم، خصيصا بعد يعني فترة طويلة من يعني الانتخابات في الكنيسة والأزمة السياسية، وربما يعني كما يصفه البعض بخيبة الأمل من القيادة العربية. هل فعلا سينجحون؟ للوهلة الأولى قد ننظر إلى هذه الهبة كتلاحم ما بين أبناء الشعب الواحد في كل مناطق فلسطين التاريخية، وهو نضال واحد وحد جميع صفوف وشرائح الشعب الفلسطيني. وطبعا الموضوع الانتماء والهوية الفلسطينية موجود، لا نتجاهل، لا أحد ينكر عليه، ولا نستطيع نتجاهل موضوع أو رمزية المسجد الأقصى في القدس وتداعياته على جميع شرائح المجتمع العربي الفلسطيني في داخل إسرائيل. ولكن نضال حماس هذا أمر واحد، والنضال الجمهور العربي داخل إسرائيل هذا أمر يختلف كليا عن هذا النضال. والدليل على ذلك أنه الاحتجاجات الشعبية جاءت طبعا نصرة لأهل الغزة ونصرة لأهل الحي الشيخ جراح وشرق القدس، وطبعا هذا من طبيعي، ولكن هناك فئة أخرى من الشباب الغير العاطلين عن العمل، لا عمل لهم ولا مستقبل لهم، يلجؤون لاستعمال السلاح في كحل سريع لحل المشاكل والتعبير عن غضبهم، وهذا طبعا لا يتماشى مع المبادئ الوطنية أو مبادئ يعني تضامنا مع نضال حركة حماس أو الشعب الفلسطيني. نعم، ولكن ربما هذه المواجهات التي تحدث بين العرب واليهود، وأنا أرى ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني قالت للعديد من الشبان العرب يعني كل قضية التعايش والسلام وتقبل الآخر وكل هذه الأمور هي أمور يعني وهمية لن نصل إليها، إذا كانوا يعني يرددون الموت العرب الموت العرب في الشارع بحماية الشرطة الإسرائيلية، وكأنه كيف لنا أن يكون لنا شريك؟ ألا يأخذهم هذا إلى مكان أكثر ربما يعني إلى توجهات كتوجهات التي تحملها حماس، ليس يعني من الناحية الدينية ربما، ولكن من الناحية الوطنية والنضال غير السلمي؟ أنا موافق تماما. قبل أن نتكلم عن التعايش علينا أن نتكلم عن العيش، العيش بكرامة وباحترام الآخر للحياة، للحياة هذا الشعب العصلاني أصلا. الشعب الفلسطيني يناضلون من أجل التأكيد على حقهم في المواطنة الإسرائيلية، ولحقهم أن يكونوا متصوري الحقوق داخل حدود هذه المواطنة الإسرائيلية في إسرائيل. هذا هو لب الصراع، وهذا ما دفع بجماعات الشباب إلى التعبير عن الغضب، هذا الغضب الشعبي العارم. أريد أن أعود في نهاية تغطيتنا الخاصة هذه إلى الناشط ضياء حسن من قطاع غزة. هل هناك تطورات جديدة بما يتعلق بالضربات الإسرائيلية أو بالضربات المحتملة الحمسوية إلى داخل إسرائيل؟ آخر التطورات أن الشهيد الذي قصف في سيارة تبين فعلا سائق سيارة مدني لا علاقة له بأي من الفصائل كما ورد من معلومات مؤكدة، هو سعيد أبو غليون سائق سيارة، لكن ربما كان في منطقة خطرة نوعا ما خرج منه وتم قصفه باعتقاد ربما جيش الاحتلال أو الجيش الإسرائيلي أنه كان في مهمة معينة لفصيل أو ما إلى ذلك. غير ذلك الجميع يترقب ما ستقوم به كتاب القسام ردا على استهداف الأبراج، حتى اللحظة برج مشتهى يقطف غير مرة واحدة بصاروخين من طائرة استطلاع على شقق سكنية معينة فقط، باعتقادي لو كان في أحد في هذه الشقق ربما لم تجري أي تحذيرات لهم، يعني كان قصفوا وقتلوا كما غيرهم من المطلوبين إذا كان فيها مطلوبين، باعتقادي ربما إذا في حال لم تقصف إسرائيل البرج بشكل كامل باعتقادي ستكون أخذت بتحذيرات.
تحذيرات كتائب القسام بأنها ستطلق صواريخ باتجاه تلبيب رشفات صاروخية، فلذلك ربما تكون قصف الشقق السكنية لتدمير مقار أو لتدمير شقق تتعلق بنشاطات لحركة حماس بدون تدمير البرج بأكمله. نعم، شكرا لك ناشط في غزة حسن، ربما نعود لك في المراحل المقبلة من تغطياتنا. بهذا نصل إلى نهاية هذه التغطية، شكرا لك دكتور إيريك رودينسكي الباحث في مركز ديان على تواجدك معنا. طبعا نشكر كل مراسلين عروة سيف الذي تواجد معنا من جنوب، وسام كبهة الذي كان معنا من مدينة سخنين، وطبعا أدهم حبيب الله. شكرا لكم، نلقاكم مجددا على تمام الساعة 8:00. إلى اللقاء.